مساء الفل. شانجان ايدو دي تي او L7V7، اسماء كتير للعربيه دي وتاريخ طويل ورا علامه شانجان الصينيه، هنتعرف عليه النهارده في الريفيو بتاعنا. اهلا وسهلا بيكم في ريفيو جديد من عالم السيارات، معاكم عمر عبد المقصود. فاصل صغير ونرجع نتعرف على شانجان ايدو دي تي واهم الفروق ما بين الفئتين اللي بتنزل بيهم في السوق المصري. يلا بينا. حكايه شركه شانجان الصينيه وايه حكايه ايدو دي تي اللي هنعمل لها ريفيو النهارده. خلينا نبتدي بشركه شانجان الصينيه واللي بدات سنه 1826. ايوه 1826، الرقم صح، 1826. الشركه دي كانت بدات في مدينه شنغهاي الصينيه كشركه توريدات عسكريه، يعني بتصنع حاجات مخصصه للمركبات العسكريه فقط، ما كانش ليها اي علاقه بالحياه المدنيه. لحد ما حصل حرب ما بين اليابان والصين سنه 1937، وبسبب الحرب دي اتنقلت شركه شانجان من شنغهاي لمدينه تشانغ تشونغ الصينيه برضو، ومن هناك بدات مسيره انتاج العربيات الخاصه بالحياه المدنيه اللي هي العربيات الصغيره وعربيات الاس يو في والباصات وعربيات النقل اللي هي الربع نقل والنص نقل وخلافه. ومن سنه 1937 تقريبا لحد النهارده الشركه دي بقت رابع اكبر شركات في انتاج السيارات في الصين، بتنافس حاليا شركه سايك وشركه فاو وشركه دانج فونج، ثلاث شركات عملاقه وهي رابعهم في عدد الانتاج. خلينا اقول لك ان سنه 1959 يعني الحكومه الصينيه قررت ان هي تشتري شركه شانجان، وفعلا اصبحت مملوكه بشكل رسمي للحكومه الصينيه. في 2016 الشركه دي انتجت حوالي 3 مليون عربيه، في منهم بس 1,600,000 عربيه بيحملوا شعار شانجان، والباقي متوزع على مجموعه من الشركات. خلينا اقول لك كمان معلومه الصراحه اول ما عرفتها استغربت جدا. شركه شانجان هي الشركه المنتجه لعربيات مازدا وعربيات فورد في السوق الصيني، يعني اي عربيه مازدا او فورد في السوق الصيني بتحمل شعار مازدا او فورد شركه شانجان هي اللي بتعملها او بتتعمل في مصانع شانجان. فالشركه دي مش شركه قليله خالص بالحقيقه يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، خلونا نتنقل لايدو دي تي تحديدا، العربيه اللي قدامنا دلوقتي واللي ظهرت اول مره سنه 2014، ظهرت باسم L7، كان ده الاسم الاساسي بتاعها، وبعد كده عملوا لها فيس ليفت بعد 2014 كان باسم L7V7، ونزلت عندنا في السوق المصري باسم V7 لفتره من الفترات واختفت. بعد كده في 2018 ظهرت ال L7V7 بس باسم جديد لكن على نفس قاعده البناء ونفس المحرك، وظهر بعد كده قدامنا باسم الجديد اللي هو الايدو الدي تي. ليه دي تي؟ لانه في ايدو نسخه اصغر منها في الحجم لكن ما تنزلش عندنا في السوق المصري، او احتمال كبير ما تنزلش دلوقتي، فعشان كده اضافوا لها حرف الدي تي علشان تدي يعني امتياز لقاعده البناء الاطول او الحجم الاكبر للعربيه. ايدو دي تي بتنزل عندنا في السوق المصري هنا بفئتين، الفئه الاولى بسعر 225,000 والفئه الثانيه بسعر 240,000، فرق حوالي 15,000 ما بين الفئتين. النهارده احنا معانا الفئه الثانيه اللي هي الاعلى تجهيزا، هنتعرف على اهم الاوبشنز اللي موجوده فيها خارجيا وداخليا اكيد، وهنتعرف كمان على اهم الفروق ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه، ونبتدي بمقدمه العربيه زي ما اتعودنا. يلا بينا. اول ملحوظه هنلاحظها في مقدمه العربيه هنا هو الخطوط التصميميه المتشابهه الى حد كبير في المقدمه ما بين الايدو الدي تي اللي معانا النهارده والال 7 اللي عملنا لها نظره سريعه اوليه، موجود الفيديو بتاعها على قناتنا على اليوتيوب، وده بيثبت ان العربيه دي اللي هي الايدو الدي تي تعتبر الفيس ليفت اللي نزل في 2018 من ال 7 اللي كانت موجوده في السوق المصري زي ما قلت لكم باسم في 7 لكن اختفت. فطبعا في تغيير بسيط حاصل في مقدمه العربيه في الخطوط التصميميه بشكل عام، حتى في طول قاعده العجلات الى حد ما في شويه تغيير، لكن نفس منظومه الحركه هنتعرف عليها في الريفيو بتاعنا. طيب في المقدمه هنا هنلاحظ الشبكه الاماميه محتله جزء كبير جدا من مقدمه العربيه سواء بالطول او بالعرض. هنلاحظ ان هي كلها بتيجي من البيانو بلاك، تقريبا ما فيش اي تطعيمات من الكروم موجوده باستثناء شعار شانجان اللي موجود هنا واللي بيجي بتطعيمات كروم مع خلفيه باللون الازرق. ما عدا ذلك تقريبا ما فيش تطعيمات كروم نهائيا في مقدمه العربيه. منظومه الاضاءه الاماميه في الفئتين واحده، ما فيش فيها اي اختلاف، اختلاف وحيد هنقول عليه دلوقتي. طبعا منظومه الاضاءه بتيجي هالوجين بالكامل، في الاضاءه العالي والواطي عليهم عدسه للتركيز الاضاءه، اما الاضاءه العاديه اللي هي اللي بتبقى في بدايه التشغيل بتبقى اضاءه هالوجين لكن ما فيش عليها عدسه. عندي اضاءه نهاريه LED باللون الابيض موجوده في الفئتين، موجوده زي رمش فوق الفانوس الامامي، بالاضافه كمان للفوج لايت الاماميه اللي موجوده هنا مثبته اسفل الديفيوزر الامامي او اسفل الاكسدام الامامي، برده بتيجي الاضاءه بتاعتها هالوجين. ما عنديش طبعا حساسات ركنه اماميه ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه، الديفيوزر بيجي بنفس لون العربيه بيدي منظر برده رياضي الى حد ما للعربيه. طيب الاختلاف اللي موجود في منظومه الاضاءه ما بين الفئه الاولى
الأولى والتانية موجود في حساسات الإضاءة. هنا في الفئة التانية في حساسات إضاءة علشان الإضاءة تشتغل أوتوماتيكيا وتتأقلم مع الطريق اللي أنت ماشي فيه. أما في الفئة الأولى مفيش فيها حساسات إضاءة. مع ذلك تقريبا كل حاجة متشابهة في مقدمة العربية. تعالوا بقى نتنقل لمنظومة الحركة أو المحرك ونقل الحركة الموجودين هنا في إيدو دي تي. يلا بينا. منظومة الحركة الموجودة هنا في إيدو دي تي هي أبرز تغيير حصل للعربية دي بعد الـ 2018 أو بعد الفيس ليفت. زي ما قلت لكم من 2014 لحد 2017 كانت العربية دي بتنزل باسم L7V7، بتنزل بمحرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي مع نفس نقل الحركة الأوتوماتيكي الموجود حاليا اللي هو من 4 سرعات. بعد 2018 نزلت العربية باسم مختلف إيدو دي تي، ونزلت كمان بمنظومة حركة مختلفة أو تحديدا محرك مختلف. المحرك هنا بسعة 1.6 لتر او 1600 سي سي، طبعا بتنفس طبيعي 4 سلندر، متوصل على نقل حركه اوتوماتيكي من 4 سرعات، تقريبا هو المعتمد في معظم طرازات شانجان السيدان. هو كمان نفسه نقل الحركه اللي موجود في ال7 الموجود عندنا دلوقتي في السوق المصري. طيب المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه 126 حصان وبتطلع عزم بيوصل لحد 160 نيوتن متر. طبعا ما عنديش ارقام رسميه لسه متعلقه بالاداء، يعني ما عنديش معدل استهلاك البنزين قد ايه ولا التسارع ولا السرعه القصوى ولا الكلام ده كله، لان العربيه لسه جديده زي ما قلت لكم في السوق المصري. فان شاء الله مع اقرب تجربه قياده هنتعرف على كل الارقام الرسميه المتعلقه بالعربيه دي. طبعا ما عنديش مبدئيا تصفيح اسفل المحرك، وما عنديش بطانه او عزل موجود في بطن الكبوت من هنا، وما فيش طبعا اكيد ما فيش مساعدين لرفع الكبوت. انا عندي الكبوت بيترفع بشكل يدوي او مانوال، وبيتحط له دراع موجود هنا عشان يسند الكبوت. الكبوت حجمه الى حد ما كبير ووزنه الى حد ما برده تقيل. ده كده فيما يتعلق بمنظومه الحركه وما حولها سريعا الموجوده في إيدو دي تي. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربية. هنا في الجنب عندي اختلافين صغيرين قد كده هو ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. أول اختلاف موجود عندي هنا في المرايات الجانبية. المرايات الجانبية في الفئتين مبدئيا فيهم حاجات مشتركة كتير، يعني قابلين للضبط مثلا كهربائيا من جوه العربية. أما الضم بتاعهم فبيكون مانوال بالإيد بالشكل ده، برضو في الفئتين مفيش فيه أي اختلاف. طبعا برضو الاثنين فيهم إشارات جانبية مثبتة على الجنبين اليمين والشمال في المرايات، مفيش فيها برضو اختلاف. الاختلاف حاصل في جزئية صغيرة هنا في الفئة الثانية وهي التسخين. المرايات الجانبية هنا في الفئة الثانية قابلة للتسخين، أما في الفئة الأولى فغير قابلة للتسخين. ده أول اختلاف. تاني اختلاف عندي في الجنب هو الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح او السمارت كي او المفتاح الذكي. ده موجود كاوبشن ممكن من خلال الباب بتاع السائق من هنا في الفئه الثانيه اقدر ادخل العربيه بدون استخدام المفتاح، اما باب الراكب الامامي فده غير متاح. في الفئه الاولى ده مش متاح ولا في باب السائق ولا في باب الراكب الامامي. مع ذلك مفيش اي اختلافات تذكر ما بين الفئتين. عندنا مثلا الكاوتش والبروفايل بتاعه بالاضافه كمان للجنط. الجنط مقاسه 16 انش، بروفايل الكاوتش 195 على 55، هم نفسهم بنفس الشكل بنفس النقش في الفئتين، مفيش اي اختلاف. ارتفاع العربيه عن الارض 13 سنتي او 130 ملي، لو حد عايز يعرف بالملي يعني 130 ملي او 13 سنتي. طول قاعده العجلات 2 متر و61 سنتي، وهي اكبر شويه، اكبر بحوالي 10 سنتي من قاعده العجلات بتاعه ال7 اللي موجوده برده مطروحه عندنا في السوق المصري، طرحت في نفس التوقيت مع الايدو. عندنا كمان الطول الكلي للعربيه حوالي 4 متر و60 سنتي تقريبا، او 4 متر وحاجه و50 سنتي، 57 سنتي حاجه في الرينج ده. ده طبعا بيديك مؤشر على اتساع المقصوره الداخليه للركاب وعلى اتساع الشنطه بتاعه العربيه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. تعالوا بقى ننتقل لظهر العربيه. في الظهر هنا بقى عندي اختلاف وحيد ما بين الفئه الاولى والثانيه، وهو الكاميرا الخلفيه. هنا في عندي كاميرا خلفيه في الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى مفيش كاميرا خلفيه، ولكن الاثنين مشتركين في السنسور الخلفيه او حساسات الركن الخلفيه المثبته على طول الاكسدام الخلفي اللي موجود هنا. منظومه الاضاءه في الفئتين بتيجي هالوجين بالكامل، مفيش فيها اي اختلاف. عندي كمان الاضاءه الخاصه بالفوج لايت او المثبته هنا على الاكسدام الخلفي موجوده هنا، بالاضافه كمان للفانوس الخلفي اللي بيجي مقسوم نصين، نص موجود على الرفرف الجانبي الخلفي والنص الثاني موجود مع باب الشنطه. لو فتحنا باب الشنطه هنا الشنطه بتفتح بشكل كهربائي بالكامل. في الفئتين برده مفيش فيها اي اختلاف، ممكن افتحها من خلال زرار موجود في الكونسول الامامي، ممكن افتحها من خلال زرار موجود هنا، ممكن افتحها من خلال الريموت كنترول باستخدام الريموت كنترول تكتين بيفتح معاك الشنطه. مساحه الشنطه هنا 410 لتر مستغلين بشكل كامل، مفيش فتحات يو اس بي ولا 12 فولت ولا اماكن للتخزين مختلفه، ولكن في عندي مساحه مستغله بشكل كامل.
الدور اللي تحت موجود فيه الاستبن بيجي طبعا في مقاس الجنط اللي هو نفس المقاس، ولكن الجنط نفسه بيجي حديد. يعني ده بشكل سريع كده ومبسط ظهر العربيه. طبعا مساحه الشنطه زي ما قلت لكم 410 لتر، هي اكبر من مساحه شنطه ال7 الموجوده برده المطروحه عندنا في السوق المصري، مساحتها تقريبا 381 لتر، ففي فرق حوالي 20 لتر ما بين الفئه او ما بين ال7 وما بين هنا الايدو دي تي. ده كده ظهر العربيه. تعالوا بقى ندخل على الكنبه الخلفيه ومنها للكونسول الامامي، يلا بينا. وصلنا للكنبه الخلفيه في شانجان ايدو دي تي 2021. وقبل ما نبتدي اي كلام خلونا اقول لكم او نتفق اتفاق مع بعض، وهو انه اي كلمه هقولها متعلقه بالكنبه الخلفيه هنا في الفئه الثانيه بتنطبق تماما على الفئه الاولى. تقريبا مفيش اي اختلاف يذكر ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه فيما يتعلق في الجزء الخلفي من مقصوره الركاب او منطقه الكنبه الخلفيه. بدايه من الماتيريال المستخدم في الفرش، الفرش هنا ميكس ما بين الجلد والقماش، والجلد هو الغالب في الحقيقه هنا في الكنبه الخلفيه. القماش بيجي بلون بني، والفرش كمان بيجي بلون بني بس اغمق شويه، فبيديك كونتراست ظريف جدا في الكنبه الخلفية. الكراسي الاماميه كمان نفس الماتيريال المستخدم، هنلاحظ كمان الطابلو نفس الحكايه برضو الغالب عليه هو الجلد، ولكن ظهر الكراسي الاماميه اللي موجوده هنا بتيجي من القماش بالكامل، وما فيش فيها اماكن للتخزين او جيوب موجوده هنا، وده طبعا مختلف عن معظم العربيات. معظم العربيات بيجي في مكان للتخزين هنا، لكن هنا ما فيش الاوبشن ده ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه. حاجه كمان مشتركه ما بين الفئتين وهو مسند الايد، ما عنديش مسند ايد خلفي في الكنبه الخلفيه ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه، ما عنديش اوبشنز كمان موجوده هنا في الكونسول الوسطي، ولا فتحات تكييف ولا 12 فولت ولا يو اس بي ولا اي حاجه. هو فتحه مكان للتخزين كده ممكن تحط فيها موبايل مثلا او كوينز او حاجه، غير كده مفيش. ولكن الميزه المهمه جدا هي المساحات الموجوده هنا في الكنبه الخلفيه. ومبدئيا كده ما عنديش نفق فتيس، فده بيسهل جدا على الواحد ان هو يقعد في النص هنا. ممكن شخص بطولي عادي 173 سم وقاعد عادي مرتاح مفيش اي مشكله، حاطط رجلي مكان نفق الفتيس ومش حاسس باي مشكله او ازعاج. طيب ده بالنسبه لي المساحات. عندي كمان مساحات الركبه ومساحات الرجل هنا ممتازه جدا الحقيقه، اربع صوابع. وضع الكرسي ده هو وضع القياده الطبيعي بتاعي، ومع ذلك عندي اربع صوابع للركبه، بالاضافه كمان لارتفاع الكرسي عن الارض مديني مساحه لحركه الرجل من تحت برده بشكل مناسب. كرسي السائق هنا في الفئه الثانيه، وده اختلاف مهم جدا نقوله، ان كرسي السائق قابل لضبط الارتفاع هنا في الفئه الثانيه، لكن في الفئه الاولى مش ممكن اظبط الارتفاع بتاعه، لكن طبعا كل حركاته بشكل يدوي، وكذلك كرسي الراكب الامامي كل الضبط بتاعه بيكون بشكل يدوي. عندي اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال ايزوفيكس، احزمه امان موجوده هنا كمان، وده برده اوبشنز ظريف. بالنسبه بقى للماتيريال المستخدم في الابواب، فهو البلاستيك بشكل كامل مع تطعيم بسيط موجود حوالين مقبض الباب من جوه من البيانو بلاك، ودي برده لقطه ظريفه جدا بتدي منظر فانسي للعربيه شويه. هنلاحظ انه الجلد او البلاستيك عفوا المستخدم، انا قلت لكم جلد ليه؟ لان هو فعلا يلخبط، يعني شكله واخد تشبيحه الجلد، ملمسه كمان ملمس ناعم جدا، مش هتعرف انه بلاستيك غير لما تخبط عليه. ما عنديش اي سوفت ماتيريال ولا اي حاجه مختلفه عن البلاستيك هنا في الباب، باستثناء طبعا التطعيم زي ما قلت لكم البيانو بلاك. لكن البلاستيك المستخدم ماتيريال بتاعته كويسه جدا، تقفيله كمان قوي ومتماسك الى حد ما، ما تحسش بالشخلله او التخبيط اللي موجود في العاده في العربيات اللي بتبقى صناعه صينيه. حتى مخدع الكوع اللي موجود هنا بيجي برده من البلاستيك، ممكن يكون مؤذي شويه لما بتقعد فترات طويله وساند كوعك على حاجه بلاستيك، ولكن هو بيجي من بلاستيك زي ما قلت لكم، وشكله شيك الى حد ما. مساحه التخزين الموجوده في الباب الخلفي متوسطه، ممكن تحط فيها ازازتين ميه صغيرين مش كبار. ده كده فيما يتعلق سريعا بالكنبه الخلفيه في الايدو دي تي. زي ما قلت لكم مفيش اي اختلافات تذكر ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه اللي معانا النهارده. طبعا الازاز برده زي ما انتم شايفين كده ما بيجيش فميه في الفئتين، ما بيجيش فميه. بس ده كده سريع عن الكنبه الخلفيه. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على الاوبشنز المتعلقه بعوامل السلامه والامان والانفوتينمنت سيستم الموجود هنا في ايدو دي تي 2021، يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في ايدو دي تي 2021 من شانجان، وتحديدا هنا في الفئه الثانيه، لان عندنا مجموعه اختلافات كبيره في الجزء الامامي اللي قدامنا دلوقتي ده. وخلونا نبتدي كده من الشمال لليمين وبالترتيب علشان الناس ايه ما تتلخبطش. مبدئيا اول اختلاف عندي موجود في عجله القياده او الطاره اللي قدامنا دلوقتي. طبعا عندي الطاره في الفئتين بتيجي مالتي فانكشن ما فيش فيها مشكله، ولكن هنا في اوبشن زياده وهو الكروس كنترول او المثبت ومحدد السرعه، موجود على الناحيه الشمال، ده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. لكن الطاره بتيجي من البلاستيك
في الفئتين مفيش فيها اختلاف. الاختلاف الثاني موجود برضو في الطاره لكن مش ظاهر قدامنا، وهو نظام التوجيه. نظام التوجيه هنا في الفئه الثانيه بيجي الكتروني، او الباور بتاع العربيه بيجي الكتروني، اما الباور في الفئه الاولى فبيكون هيدروليكي. ده تاني اختلاف. ثالث اختلاف عندي لو مشينا كده شويه هنلاحظ زرار الستارت ستوب انجن، طبعا بيجي مع الايزي اكسس او موضوع الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح او السمارت كي، يعني على حسب ما هتسميه. كل دي اوبشنز موجوده هنا في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. طبعا الفئه الاولى بتيجي مفتاح عادي خالص مفيش زرار الستارت ستوب انجن. خش كده كمان شويه هتلاحظ الشاشه، الشاشه اللي موجوده هنا اللي هي 10 انش طبعا خاصه بالانفوتمنت سيستم الموجود هنا في العربيه، ده موجود في الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى فبتكون انفوتمنت سيستم عادي بدون شاشه، كاسيت مع سي دي و اف ام، وامكانيه التوصيل طبعا من خلال اليو اس بي وفتحه ال 12 فولت، ودي موجوده في الفئتين مفيش فيها اختلاف اليو اس بي وال 12 فولت. الشاشه هنا فيها اوبشنز ظريفه جدا، اولا السوفت وير بتاعها سهل جدا، الريزوليوشن بتاعها متوسط الجوده الى حد ما، فيها اوبشن مش بقى ابل كار بلاي واندرويد اوتو، لا فيها ميرور لينك، ودي حاجه لطيفه جدا. في هنا ايكون عليها ايزي كونكشن، هتدوس عليها هتوصلها بالتليفون، التليفون لازم يتوصل عن طريقين، اول حاجه الكابل وتاني حاجه البلوتوث، لانه من خلال البلوتوث الصوت اللي هيطلع من التليفون هيطلع على الساوند سيستم بتاع العربيه. واحد ابرز الفروق كمان ما بين الفئه الاولى والثانيه الساوند سيستم الموجود هنا، هنا في الفئه الثانيه 6 سماعات، في الفئه الاولى 4 سماعات. كده انا المفروض ان احنا موصلين الايزي كونكشن بالشكل ده، بنزل الابلكيشن وابلكيشن صغير خالص بينزل على الموبايل وبديله ستارت برودكاست، بيبدا يعرض معايا التليفون بتاعي على الشاشه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. افتح مثلا اليوتيوب، دي قناتنا على اليوتيوب، بختار اي فيديو زي ما انتم شايفين، اي حركه بتحركها على التليفون بتتحرك على الشاشه، وليكن مثلا اخترت الفيديو الاخير بتاعنا، وممكن بالشكل ده اخليه على حجم الشاشه بالكامل. اللي بتحمل شعار الاف ار هو ده اللي بتاعنا النهارده. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وريفيو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ممكن طبعا اعمل بوز من خلال الزرار الازرار الموجوده على عجله القياده. عندي اوبشن كمان شويه اختلافات بقى بسيطه، دي الاختلافات اللي احنا قلنا عليها في مقدمه العربيه. اما فيما يتعلق طبعا بالسيفتي باكج او عوامل السلامه والامان في العربيه فهي واحده في الفئتين مفيش فيها اختلاف. مبدئيا عندي 2 اير باج موجودين، اير باج للسائق واير باج للراكب الامامي، ودي برده من ضمن الحاجات اللي مش لطيفه قوي في العربيه، يعني السيفتي باكج فيها قليله شويه، 2 اير باج بس. عندي طبعا نظام فرامل اي بي اس او نظام فرامل منع انغلاق، ما عنديش اي بي دي لكن عندي اي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني، وليه زرار موجود هنا عشان افصله او اشغله. وطبعا من المعروف انه نظام الاي اس بي او نظام الاتزان الالكتروني بيشمل النظامين الفرامل اللي هو الاي بي اس والاي بي دي، مفيش فيها مشكله. عندي كمان الهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات، ده موجود هنا برده في الفئتين مفيش فيه اختلاف، وبالاضافه كمان للتاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبه ضغط الاطارات، ده موجود برده في الفئتين برده مفيش فيه اي اختلاف. تطعيمات الجلد الموجوده على الطابلو من قدام اللي تيجي باللون البني مع الاستيتشنج باللون الذهبي، بالاضافه كمان لحليه من البلاستيك باللون الذهبي اللي موجوده هنا، دي موجوده في الفئتين. نظام التكييف برده موجود في الفئتين مفيش فيه اختلاف، نظام تكييف كهربائي بيجي بزون واحده، ممكن التحكم فيه من خلال ازرار مع بكر، وليه شاشه صغيره كده بتديك المعلومات الخاصه بسرعه المروحه ودرجه الحراره وخلافه. لو نزلنا لتحت شويه فتحه اليو اس بي مع ال 12 فولت اللي اتفقنا ان هي موجوده في الفئتين، مع مساحه تخزين صغيره موجوده هنا، مع العصايه بتاعه نقل الحركه الموجوده في الكونسول الوسطي، واللي بيجي فيه تطعيمات من الجلد برده باللون البني اللي هي نفس اللون ونفس الشكل اللي موجود في الكراسي الاماميه والكنبه الخلفيه. بقيه الكونسول الوسطي بيجي من البلاستيك، يعني عندنا 2 كاب هولدر موجودين هنا بيجوا من البلاستيك، الهاند بريك الموجوده هنا برده بتيجي مانوال عاديه، والمقبض بتاعها بيجي من البلاستيك. عندنا الجزء الخاص بيه مسند الايد الامامي موجود في الفئتين مفيش فيه اختلاف، من غير قابل للاطاله، ولكن في تحت منه مساحه تخزين كبيره ولطيفه، يعني بتنزل لتحت بالعمق. يعني ده ياخدنا لمساحه تخزين ثانيه موجوده اللي هي الجلافز بوكس، او المساحه التخزين الموجوده قدام الراكب الامامي اللي موجوده هنا، مساحتها الى حد ما محدوده وصغيره، مفيش فيها تبطين من جوه او حاجه يعني زي قماش مثلا او حاجه، ومفيش فيها حتى وحده اضاءه، هي مكان كده يدوب بياخد الكتالوج بتاع العربيه وشكرا. البلاستيك مستخدم بكثافه برضو في الطابلو الامامي زي ما قلت لكم، عجله القياده من البلاستيك، الجزء ده من الطابلو بيجي من البلاستيك، لكن واخد تشبيحه جلد
واللي بيضيف على التشبيحة دي كمان ستيتشنج، شكل الستيتشنج او الرسمة بتاعة الخياطة بس من بلاستيك برضو، لكن هي بنديك الرسمة دي فبتحسسك انه التابلو من قدام جلد لكن هو مش جلد. طبعا الابواب الامامية نفس الابواب الخلفية مفيش فيها اختلاف، باستثناء مساحة التخزين اطول شوية، واخدة يعني مساحة اكبر من الباب، لكن برضو كلها بلاستيك مع تطعيمات من البيانو بلاك موجودة، هنلاحظ هنا حوالين مقبض الباب تطعيمات من بيانو بلاك، لكن كل ده بيجي من البلاستيك، كل ده بلاستيك، والجزء كمان المخدع بتاع الكوع كل ده من البلاستيك، مفيش فيها اي اختلاف عن الابواب الخلفية باستثناء زي ما قلت لكم مساحات التخزين يمكن اكبر شوية. على الجزء الشمال خالص هنا عندي الجزء الخاص بالتحكم فيه، المرايات الجانبية زي ما اتفقنا احنا نتكلم في الجنب، المرايات الجانبية قابلة للضبط كهربائيا، ولكن الضم بتاعها بيبقى مانوال في الفئتين او يدوي في الفئتين، لكن في اوبشن زيادة هنا موجود اتكلمنا عنه برضه، وهو جزء متعلق بالتسخين المرايات الجانبية، ده موجود في الفئة الثانية مش موجود في الفئة الاولى. عندي هنا كمان ازرار متعلقة بفتح وقفل الشنطة الكهربائي طبعا زي ما اتفقنا، بالاضافة كمان للزرار الخاص بالاي اس بي افصله او اشغله، والجزء الخاص بالتحكم في ارتفاع وانخفاض عدسة الاضاءة الامامية، طبعا عدسة الاضاءة الامامية قابلة للضبط كهربائيا في الفئتين مفيش فيها اي مشكلة. الكرسيين الاماميين قابلين للضبط لاكثر من اتجاه، ولكن كله بالمانوال بالايد، مفيش فيه اي كهرباء او اي حاجه، مفيش دعم قطنيه في الفئتين، ولكن في اوبشن زياده موجود هنا على كرسي السائق قلناه واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه، وهو امكانيه ضبط ارتفاع كرسي السائق، وده موجود هنا في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى، وطبعا يدوي او مانوال. فتحه السقف الموجوده هنا فتحه سقف موجوده بحجم صغير الى حد ما، ولكن موجوده في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. المرايه هنا بتيجي التعتيم بتاعها تعتيم يدوي، ولكن بتيجي طايره مش ملحومه مع الجزء العلوي او السقف، بتيجي طايره كده ثابته على الازاز او مثبوته على الازاز، بتيجي بالشكل اللطيف جدا، شكلها شيك جدا. في عندنا طبعا اوبشن زياده موجوده هنا في الفئه الثانيه اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في ظهر العربيه، وهي الكاميرا الخلفيه. الكاميرا الخلفيه هنا موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. الريزوليوشن بتاعها يعني الى حد ما، تعالوا كده نشوفها، ده شكل الريزوليوشن بتاع الكاميرا الخلفيه الى حد ما مقبول، مش وحش، ممكن اظبط الاوبشن بتاع الخطوط بتاعتها تبين لي انا ماشي على الخط مستقيم ولا مظبوط ولا لا، ده اوبشن برضو اضافي موجود هنا في الكاميرا في الفئة الثانية. ده كده سريعا الفئة الثانية وتجهيزاتها فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان والإنفوتينمنت سيستم. شاشة العدادات بتيجي في الفئتين واحدة مفيش فيها أي اختلاف، مؤشر السرعة ومؤشر الـ RPM بيجي أنالوج، أما في النص عندي شاشة وسطية 4 إنش بتديني كل المعلومات المتعلقة بالعربية، سواء درجة الحرارة، معدل استهلاك البنزين، سواء التوتال أو اللحظي حتى، بالإضافة كمان للتاير بريشر مونيتورنج، وممكن أتحكم كمان في أي حاجة أنا عايز أبينها من خلال الأزرار الموجودة هنا، اقدر اتحكم في من الشاشه، اقدر اتحكم في عجله القياده، اقدر اتحكم في الشاشه اللي موجوده هنا. ده كده يعني باختصار وبشكل سريع ومبسط الكونسول الامامي وتجهيزاته في ايدو دي تي 2021 من شانجان. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لشانجان ايدو دي تي 2021 اللي بتطرح عندنا لاول مره في السوق المصري من خلال وكيل علامه شانجان الصينيه غبور اوتو. بشكركم جدا على متابعتكم، استنونا بقى الريفيو الجاي هيكون معانا سي اس 55 النسخه الاس يو في الاكبر من شانجان، ان شاء الله هنتعرف عليها عن قرب برضو زي ما اتعرفنا هنا على ايدو، وهنبرز كمان اهم الاختلافات ما بين الفئات اللي بتنزل بيهم العربيه. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في الريفيو الجاي، مع السلامه.